واضحين مع بياتنا. دونك حبيتوا تبداوا العملية نبداوها، حبيتوا تعجلوها نعجلوها خليها. أجلت لأنه شفت كانت هناك فوضى طبعا في الظاهرة في نهاية أشغال الدورة، كان نوع من الفوضى وعدم التفاهم على بعض الأمور التي كان لم يتفق عليها من قبل انعقاد الدورة. وكما تعلمون أن الدورة كذلك عقدت في ظروف استثنائية طارئة وما تمكنتش من التحكم في كل مجريات التنظيم. وصل اليوم انا فريمون جد يعني شو فريمون توشي، شو فريمون توشي، لان 450 اجتمعوا وتجي هذه الطريقه، هذه نهايتها عيب. رانا في 2019 وين الديمقراطيه الحقيقيه الشفافيه الحقيقيه اللي خرجها الصندوق؟ علاش انا نخاف؟ علاش نخاف؟ قررنا نأجلوها، مكتب الدورة يبقى مفتوح، اللجنة المركزية ستعقد في أقرب الأجال وسنعلمكم بمكان انعقادها.